مشاهدينا معكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن أهمية إدراج الجامعات في هذا التصنيف من خلال انضمام ضيفتنا عبر زوم دكتورة بشرة سالم مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي. دكتور بشرة صباحك كله خير. صباح الخير. أهلا بحضرتك. وخلينا كده نتكلم بمنتهى البساطة وهذا الخبر المفرح والمشرف، يعني اللي تم من خطوات انعكس بتصنيف 50 جامعة مصرية ضمن نتائج هذا التصنيف الإسباني ويبو ماتريكس. طيب، هو الحقيقة التصنيف ده واحد من التصنيفات اللي بدأت سنة 2004 وده له اهتمام كبير بالنسبة للجامعات المصرية، وأيضا اهتمام من وزارة التعليم العالي، لأنه الحقيقة هذا التصنيف بيعتمد على مجموعة من المعايير، وأهم هذه المعايير هي المحتوى العلمي والثقافي اللي موجود على الموقع الإلكتروني للجامعات. ده عليه حوالي 50% من هذا التصنيف. بيالي هذا بعد كده بعض المؤشرات الأخرى اللي أساسها البحث العلمي، وبالبحث العلمي بنقصد فيها عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من المجلات الدولية، وكمان بنقصد بيها بعض الاستشهادات اللي بتحصل عليها الجامعات من خلال الأبحاث العلمية والأوراق العلمية اللي بتقدمها كل جامعة. فبالتالي هو تصنيف بيجمع ما بين الثقافة والمعرفة وأيضا البحث العلمي، وكل هذه يعني المخرجات من الجامعة بتبقى موجودة على الموقع الإلكتروني للجامعة، وده طبعا بيشجع الثقافة المعرفية عبر الإنترنت والانفتاح المعرفي للجامعة بكل مخرجاتها. دكتور بشرة، حضرتك قلتي ان التصنيف ده من 2004 وهو عادة بينشر مرتين في السنة في يناير وفي يوليو. 50 جامعة مصرية بالتأكيد في السنوات السابقة كان العدد مختلف، وكذلك ايضا تصنيف الجامعة نفسها داخل هذا التصنيف او معايير الجامعة بتختلف. ايه التطور اللي حصل في الجامعات المصرية فبالتالي اتغير ايضا ترتيبها داخل التصنيف؟ هو عدد الجامعات المصرية اللي تضمنت في يناير 2024 اللي كانت نتيجتها امبارح هم 79 جامعة مصرية. وطبعا كل مرة بيبقى فيه زيادة في عدد الجامعات اللي بتخش هذا التصنيف، وبيحصل تطور دائم. يعني على سبيل المثال بحب أذكر وأتشرف بإني أنتمي لجامعة اسكندرية، لأنها السنة دي في يناير أو النتيجة بتاعة 24 كانت جامعة اسكندرية هي الأولى على جامعات المصرية. في الفترة السابقة في يوليو السابق كانت جامعة اسكندرية رقم 2 وحاليا هي رقم 1. فبنلاقي أنه جامعات كتيرة جدا بتنضم لهذا التصنيف، وأيضا وجامعات بيتغير ترتيبها في العدد. أكيد طبعا مع كل تصنيف بيتغير المكان بتاع الجامعة أو الترتيب بتاعها في جدول ترتيب الجامعات المصرية، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية. دكتور بشرة، يعني التطور في التعليم ملحوظ بشكل كبير جدا، وسوق العمل نقدر نقول ان هو المحرك الرئيسي للبرامج الجامعية والدراسية والبحثية كمان بشكل اكبر. عايز اعرف ردود فعل الطلبة على المحتوى اللي بيقدم ليهم من خلال جامعة اسكندرية، وحضرتك موجودة معانا في هذا التصنيف وهذا الخبر المفرح اللي لسه بنتكلم فيه مع حضرتك. هو الحقيقة ردود أفعال الطلبة دي بيتم رصدها من خلال التصنيفات الدولية بشكل عام. يعني في تصنيفات أخرى تصنيفات إنجليزية بتدرك هذا المؤشر على مستوى الطلاب، ودي بنسميها في التصنيف السمعة الأكاديمية والسمعة التعليمية لكل جامعة، وبيتم الحصول على ردود كثيرة جداً من الطلاب ومن الجامعات الأخرى عن سمعة الجامعة على مستوى التعليم، وده بيزداد بالتأكيد من اعتمادها كمان خارجيا. أكيد أكيد بالفعل. فالتصنيفات دي الحقيقة لما بتظهر
بتوري أو بتظهر مدى كفاءة الجامعة وأداء الجامعة على المستوى البحثي وعلى المستوى التعليمي. وطبعا الطلاب بيكونوا بالفعل. من الـ يعني راضين عن الأداء الجامعي ونظم التعليم المختلفة اللي وصلت أن يبقى في 50 جامعة مصرية ضمن هذا التصنيف الإسباني وويبو ماتريكس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024. دكتورة بشرى سالم مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، مبروك وبشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معنا في هذا الصباح.